كتب المدارس، كتاب الكونكت بلس يا جماعه، برايم 2. طبعا احنا اول ما بنشوف كتب المدارس وربنا وانا اولكم بيكبس علينا يعني حاجه بتطبق على نفسنا كده، بس غصبنا عننا يعني لازم غصب عننا لازم نشتغل ولازم نشوفهم. الكونكت بلس بتاع كتاب المدرسه هو ده الاصدار الجديد. الكونكت بلس اعتقد والله اعلم ان هو ما فيهوش تغيير. تعالوا بس نشوفه من جوه. الطبعه بتاعتنا اهي، تمام، دي بقى الطبعه بتاعتي اهي. طبعا بتكون من جوه لميعه كده. ده هنا دي صفحه بيدج رقم 5 اهي. ده يا جماعه كتاب الستودنت بوك. كتاب الستودنت دايما بيكون ملون اهو، في الستوري من ورا عادي جدا، مفيش اي حاجه. ما اعتقد، اعتقد والله اعلم ان هو ما اتغيرش. ده كتاب الاكتيفيتي، الاكتيفيتي بوك، دي صفحه بيج رقم 5. الناس اللي عايزه تطابق اي كتاب قديم بكتاب جديد، ده هو البيج رقم 11، ده بيج رقم 25 اهوت. وده كتاب الكونكت بلس من برايم 2. كتاب القيم كمان اتغير، ده كتاب قيم 3 ابتدائي. هصور كل الكتب عشان نعرف الطبعه اتغيرت من القديم والجديد ولا لا.